ما ننساش نتكلم عن النادي الأهلي واحتمالية، يمكن خلينا نتكلم عن الصفقات واحتمالية رحيل الشناوي من النادي الأهلي وأنه يمضي مع النصر السعودي. يعني مستقبل بقى حراس المرمى إيه في النادي الأهلي في حال رحل الشناوي؟ طيب، في حال رحيل الشناوي، وده يعني الشناوي جاله العرض مش من النهارده ولا امبارح، الكلام ده كان من 3 أسابيع تقريبا، وكان في كلام ان هو مش النصر بس، لا كان في انديه سعوديه اخرى طالبه الشناوي. الشناوي كولر ما عندوش مشكله ان هو يمشي تحت اي بند، يعني سميها بقى مكافاه نهايه خدمه، سميها زي ما انت حضرتك عايزه. في نفس الوقت النادي الاهلي ما عندوش المشكله، الشناوي عايز يخوض التجربه. الاهلي شارط ان يبقى المقابل المالي مناسب للشناوي ومناسب للنادي الاهلي. الاهلي حاطط رقم لن يقل باي حال من الاحوال عن 7 مليون دولار ممكن يتم التفاوض فيهم. فنيا الاهلي في حاله رحيل الشناوي محتاج حارس مرمى، مش محتاج، لا محتاج حارس مرمى. عندك حتى حمزه مع تألق علي، عندك حمزه علاء، عندك من تحت كده، عندك حمزه علاء، عندك مصطفى شوبير، عندك علي لطفي. في اتفاق ما بين الاهلي وما بين زد ان علي لطفي هيروح زد. طيب ده ممكن يحصل في حاله بقاء الشناوي، انما في حاله رحيل الشناوي يبقى الاهلي مطالب بالابقاء على علي لطفي او البحث عن حارس مرمى جديد. حارس المرمى الجديد ده لازم يكون على الاقل في مستوى الشناوي او اقل سنه، يعني في كلام يعني تقدر تقول شائعات بتدور حوالين انه ممكن يكون ابو جبل البديل، ولكن غير مؤكد حتى الان. انما الاهلي طبعا في حاله رحيل الشناوي هيحتاج حارس مرمى. ايه تاني ممكن يحتاجه النادي الاهلي؟ كولر وفقا للتقرير الفني اللي مقدمه النادي الاهلي هو محتاج في حاله رحيل الشناوي حارس مرمى، محتاج ظهير ايسر، محتاج وينج ليفت، محتاج وينج رايت، محتاج راس حرب. الباك ليفت في حلين، احنا قلنا النادي الاهلي بيلعب تقريبا من 70 ل 75 مباراه في السنه، فعلي معلول بالسن الحالي مش هيقدر يكمل ولا هيديك فول تايم في ال 75 مباراه او ال 70 مباراه. الحل المطروح هو محمد شكري، ده كان لعيب في النادي الاهلي وكان معار مش عفوا كان اتباع لسيراميكا كليوباترا، بس في بند في عقده انه في حاله سداد 7 مليون جنيه ممكن الاهلي يحصل عليه بموافقه سيراميكا كليوباترا. في خطوط اتصال وفي قنوات مفتوحه مع سيراميكا كليوباترا، وان محمد شكري ممكن يكون احد الاوراق الجديده في النادي الاهلي. عظيم. النادي الاهلي ممكن النهارده او بكره يعلن عن صفقه كريم، عوده كريم نيدفيد ولاعب اخر جديد غير صلاح محسن اللي برضه في سيراميكا كليوباترا. وبالمناسبه النهارده اخر مباراه لصلاح محسن مع سيراميكا كليوباترا قبل عودته للنادي الاهلي. الراجل طلب قبل عودته للنادي الاهلي. كريم نيدفيد هيتعمل له تقديمه شيك جدا، ده بناء على طلبه. في صفقه اخرى الاهلي متكتم عليها لسه لم يعلن، يعني الفيرويد لازال سوزا اللي بيلعب في الدوري الكوري هو رقم واحد، لان الراجل محتاجه جدا. الصفقه تعطلت بعد الشيء، ولكن الاتفاق النهائي اللي النادي الاهلي وصله هو اتفاق هايل الحقيقه. النادي ياخد نص مليون دولار، اللعيب ياخد مليون دولار، والاهلي هيحط بند في عقد اللاعب ده لو جه، يعني او لو النادي الكوري لقى بديل له هيوافق على رحيله مباشره، وده لسه ما اتحسمش. في بند هيتحط في عقده انه في حاله انه لو عايز الاهلي مش عايزه بعد السنه الاولى يدفع له ربع مليون دولار. الاهلي بدا يروح للبنود اللي شبه دي ليه؟ عشان برضه نبقى عارفين، عشان ما يتكلفش كتير بعد الصفقات بتاعت الموسم. شفنا صفقات يعني ميكيسوني وبرونو غير موفقه وبرونو وبتاع، الناس اللي هي كلفت كتير، كلفت خزينه النادي.